هذه يا سيدي الحصالة فيها شي بركة جمعناها في هذا الشهر الفضيل وبغينا نتقاسموها معكم دابا ونتكلموا عليها كاملين وتشوفوها كاملين. ولكن قبل ما نوريكم المحتوى ديالها لابد أننا من نكسروها باش نمرقوا من هذا الشيء. إذا نبدأ نكسروا هذه الحصالة وخانا قاعد ما نعرف نكسر ولكن على كلين نحاولوا نكسروها. شوفوا ده اللي فيها شنو هو انكسرت. بسم الله المرقو ذا الخير اللي فيها لا ينخبوها. لقينا فيها أوراقات مجموعة من الأوراق لين نفتحهم. الدجاج 25 درهم للكيلو، دانون بثلاثة دراهم، اللحم 100 درهم. طبعا ما هو القاموس البرازيلي هذا اللحم اللي نتكلموا عليه نحن واللي نعرفوه كمغاربة، ما هو ذا جابونا. السرديل بعشرين درهم للكيلو، 20 درهم بعد ما كان بجوج درهم. الماطيشة ب14 درهم طبعا مع المخطط الأخضر. البيض بجوج دراهم للبيضة. الحليب 4 دراهم نص يترو ما هو يترو. البصلة ب13 درهم. هذا الشيء اللي وريتكم دابا واللي نعدت لكم هذا غيض من فيض، يعني هذه غير جزء من مجموعة من الحوايج اللي استهلكناها كاملين في رمضان، وفي الحقيقة احنا استهلكناها ولكن هلكتنا وقتلتنا. واللي بغيت نقول على انه ما كنوريكمش هذا الشيء من باب الترف ولا كنتكلموا منه نتكلموا عليه من باب التشفي، ولكن كنتكلموا عليه باش نقول لكم واحد المسألة، وعلى انه هذا رمضان اصعب رمضان عرفناه في حياتنا، ماشي من ناحية الصوم كواجب ولا من ناحية العبادات اللي فرض علينا مولانا، ولكن من ناحية المواد الغذائية اللي كانت غالية جدا، ومن ناحية المعيشة اللي حسوا بها جميع المواطنين، لا المواطنين اللي ما عندهم دخل ولا اللي عندهم دخل، ولا حتى اللي في الطبقة المتوسطة واللي كنتكلموا عليهم واللي وأنا واحد منهم، واللي أنا كنشوف على أن هذا رمضان هذا متميز عن جميع الأشهر اللي دوزنا في سنوات أخرى. لماذا؟ لأنه فيه كل هذه الأعطاب التي أصابت المجتمع، وفيه كل هذا الغلاء اللي وصل لواحد المستويات كبيرة، وللأسف الشديد في الوقت اللي كنتكلموا فيه وكيتكلم فيه البعض وكيدافع على أنه هناك مخطط أخضر أوصل المغرب إلى الأمن الغذائي ولا غيره، الأمن الغذائي باش كنرد على هذوك بالأدلة والمستندات كنقولهم الأمن الغذائي ها هو هذا راه ضربنا في الصميم وضربنا في مقتل. طبعا غادي يقول لي واحد نحن في يوم عيد ونحن في أجواء العيد والعيد فيه الفرح ومشي بالضرورة نتكلم على هذه الأمور، ولكن نحن كنتكلم عليها من باب الذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكنتكلم عليها باش ما تتكرر، وكنتكلم عليها باش نقولوا على أنه الموس وصل العظم والصبر ادبر، يعني على أنه صبرنا وصبرنا وصبرنا، ولكن لابد أن نتكلم. وإحنا كنتكلموا بعد ما تلاقينا مجموعة من المواطنين اللي اكتووا بنار الغلاء واللي قالوا لنا على أنهم عاشوا في هذا رمضان أصعب لحظات حقيقية في مواجهة نظرات الأطفال ديالهم ونظرات الزوجات ديالهم ونظرات الأمهات ديالهم ونظرات العائلات. وأصعب حاجة يمكن تقاسمها معاكم اليوم هي العين المنكسرة، وهي النفس المنكسرة، وين تمشي للسوق وما عندك 8 كيلو من بطاطا ولا كيلو من باطيشة ولا كيلو من بصلة لأنه ما قدرتيش تشريه، فما بالك باللحم اللي أصبح حتى هو من الكماليات، أو الدجاج اللي كانوا المغاربة يتخاطبوا به على دريكاتية 25 درهم و 30 درهم للكيلو. احنا كنتكلموا على هذا الشيء لأن حاسين به، كنتكلموا على هذا الشيء لأن عايشينه، كنعرفوا على أن هذا العيد، ولكن كنتسألوا معي كما قال الشاعر عيد بأي حال عدت يا عيد، حتى نحن عيد بأي حال عدت يا عيد، رانك عدت علينا ويدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وعلى بلدنا وعلى ملكنا وعلينا جميعا، ولكن نقول لحكومتنا شكرا، شكرا لكم جميعا، شكرا لكبار المضاربين في الخضر وفي الفواكه وفي اللحوم، شكرا للذي استورد تلك الكارثة الحقيقية التي سميت بقرا وهي لا تموت للبقر للسلة، شكرا للحكومة على ما قدمته للمواطنين المغاربة من غلاء في الأسعار، وشكرا للذين يضاربون بقوت المغاربة والذين يتلاعبون بالأمن والسلم الاجتماعي للمغاربة، غادي نقول لهم شكرا. وفي الحقيقة لا نملك إلا أن نشكرهم لأنهم
خلاونا نحسوا بجحيم المأساة في هذا رمضان. في المقابل ديال هذا الشكر اللي هو ما هو شكر واللي هو ضحك، ولكن بعض الضحك كالبكاء كما يقول الشاعر، ولكن غادي نجو نشكروا هذا الشيء، غادي نشكروا حقيقة، غادي نشكروا جنود الخفاء، غادي نشكروا كل واحد عامل دوز نهاره كامل تحت الشمس الحارقة باش يجيب قوت اليوم ديالو للأبناء ديالو. غادي نشكروا عمال النظافة وعمال البناء والناس كاملة اللي تكد في هاد البلاد بالحلال باش تاخد طرف ديال الخبز في هذا الزمن الصعب جدا مع هذه الحكومة. هادو كنشكرهم لأنهم يستحقوا الشكر، لأنهم هم اللي ضحاوا وهم اللي خرجوا وهم اللي حسوا وهم اللي اكتووا بنار الغلا. منادم اللي كيضرب دوره في السوق وما يتحسس جيوبه وما يكونش عنده القدرة الشرائية باش يشري 4 كيلو من اللحم ولا نص كيلو من المطيشة ولا كيلو من البصلة، والله العظيم أنك تشعر يعني بمأساة حقيقية وتكاد تذرف الدموع من العيون. ماشي كنقولوها هكاك، ولكن كنقولوها عن حقيقة شاهدناها مرارا في مجموعة من الأسواق التي يتسوق فيها المغاربة حقيقة، ما إلى أسواق ديال التلفزيون اللي فيها ب5 دراهم ب10 دراهم. هذه أسواق حقيقية عايشناها وعشنا معها في رمضان. كنشكروا أيضا كل الزوجات اللي ضحاوا في هذا رمضان في المطبخ باش نحنا نفطروا، والعرق ديالهم والتعب ديالهم الله يجعله في ميزان حسناتهم. كنشكروا كل من ساهم وكل من يساهم في بناء هذا الوطن، وكنقولوا للذين يدمرون هذا الوطن كنقولوا لهم تكيسوا علينا رأفة بنا ورأفة بهذا الوطن، لأنه يستحق منا الشيء الكثير. هذا الوطن هذا يجمعنا، هذا الوطن هو جميل جدا في جميع مقومات الحياة الضرورية، كل حاجة فيه زوينة. اللي خيبوا في الحقيقة هو مصطلح واحد هو الفساد، اللي خيبوا في الحقيقة هو غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، اللي خيبوا الحقيقة هو الناس أو النخب السياسية اللي ما عندها كبدة على هذا الوطن، النخب السياسية اللي دمرتنا واللي وصلتنا للمرتبة 123 في سلم التنمية البشرية ووصلتنا للرتبة 94 في مؤشرات الفساد. هاد الناس كنقول لهم لا سامحكم الله في هذا العيد، وكنقول للحكومة ديالنا نصيحة مني لبعض الوزراء وبعض المسؤولين داخل هذه الحكومة، بالله عليكم مزيدا من الصمت، لأنكم كلما تحدثتم فضحتم، ماشي فضحتوا نحن، فضحتوا روسكم. وكنقول وكنأكد على أنه ماشي بالضرورة تكون مسؤول حكومي وتكون عارف كل شيء، كاين أولويات داخل المغرب اليوم خاصنا نناقشوها، وكنظن على أنه في سلم الأولويات هو الأمن الغذائي، في سلم الأولويات هو توفير حياة كريمة لكل المغاربة، لا طبقة هشة ما عندها دخل ولا اللي عندها دخل، ولا الطبقة المتوسطة للحفاظ على التوازن الاجتماعي. الأولويات اليوم باينة في المغرب، هي سياسة صحية ناجعة، هي سياسة تعليمية ناجعة، ماشي كل مرة تجيبونا يا سادة الوزراء إصلاح للتعليم يعتبر تخريبا وكتنزلونا من الفوق، ماشي كل مرة كتخرجونا ببرامج وكتخرجونا بتصريحات. كنقولها وكنأكدها، هناك أولويات، وكنظن على أنه من بين الأولويات الحقيقية هذه. أما النقاش الذي يناقش اليوم في المغرب واللي انتم عارفين وانا عارفه، هذا نقاش لا زال وقته لم يحين، وحتى إن حان وقته فأهله معروفين، فقهاء، رجال قانون، رجال اقتصاد، علماء الاجتماع، علماء النفس، كل مكونات المجتمع المغربي وكل مكونات المجتمع المدني هي التي تناقش وهي التي تؤطر النقاش، وهذا تدافع مطلوب ومحمود، ماشي شخص واحد يستحوذ على النقاش ويحدد ويشرع ويحلل ويحرم، هذا راه غير مقبول اليوماتية. وكنقولها وكنأكدها، احترموا الأولويات أيتها الحكومة الموقرة. اليوم عندكم أولويات كتقولوا درتوها وكتقولوا طلعتم الجبال وصعدتم القمم، ولكن كنقولها وكنأكدها، فمن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ونحن رانا معاكم والله اللي عايشين بين الحفر، حفر نار المحروقات اللي كنكتاو بها واللي ما بغات تنزل، ولا أفهم لماذا في كل البلدان العالمية كاملة ينزل ثمن المحروقات في العالم وينزل عنهم، إلا عن نحن يظل ستابل ستاتيكو محل كسر ثابت لا يتحرك، وكأن هناك أيادي خفية أو قوة خفية تريد أن يبقى الوضع على ما هو عليه. تكيس علينا في الخضروات وفي اللحوم
وهذاك الاستيراد اللي كديروا الاعواج راه غير مقبول بالنسبه للمغاربه، والله يضربونا في كرامتنا ويمس بسمعتنا ويمس بسمعه بلدنا. عيب وعار يتفرج العالم على بقر يتجول في شوارع العاصمه بهذا الشكل المهين وبهذا الشكل المقزز للنفس البشريه. عيب وعار والله العظيم اقولها، هو عيد ولكن عيد للذكرى. احنا ما بغينا نتشفاو ولا نضحكوا في حد، ولكن كنعطوا وكنذكروا، لان مهمتنا كنخب سياسية، مهمتنا كأساتذة، مهمتنا كمواطنين ندقوا ناقوس الخطر، مهمتنا كنقولوا على أن هناك شيء ما في هذه الحكومة غير منسجم حتى ولو ادعوا الانسجام، هناك شيء ما غير مضبوط حتى ولو ادعوا الانضباط، هناك شيء ما غير مفهوم حتى ولو تحدثوا. ولكن أنا كنقول لهم، هما قال أغلبهم لا يتحدث، قليل منهم يتحدث، ولكن هذوك الذين يتحدثون بالله عليكم ارحمونا.